يا سنافر. من هذا؟ من أين أتت؟ شكلها غريب. أنا بازيلا المذهلة، أتيت كي أحذركم مما سيحدث. أصغوا إلي كي لا تندموا. سيقع غدا. كما أقول دائما، لا تأخذ الحقائق إلا من شخص عالم، وأنت مدعية جدا. أتوقع لأبي نظارة أن يحلق قريبا جدا في الفضاء العالي هذا. يا عاصفة قبل الانتهاء، فلتهبي على المخلوقات الزرقاء. هذه المرة سيكون السنافر الزرق لي أنا. منذ عام واحد تماماً أصبحت سنفورة واحدة منا، وفي هذه المناسبة المهمة أسنفر هذا اليوم ليصبح يوم سنفورة. أجل أجل، سلتح يا سنفورة أجل. لقد سنفرت لك هدية صغيرة يا سنفورة. رائحتها جميلة، شكراً بابا سنفور. وإليك يا سنفورة حلوى مسنفرة مميزة. شكرا لك أقول. هذه مفاجأة لك سنفورة. مازح، كم أنت لطيف. عندما ترتدي سنفورة هذه النظارات ستظن أنني أكثر السنافر وسامة. هاي، كل شيء يبدو طبيعياً، إنها لا تعمل. والآن ماذا سأفعل؟ قوس قزح. لقد سمعت مرة بابا سنفور يقول إن قوس القزح يصنع العجائب. لو يمكنني تذكر جملة بابا سنفور العجيبة: يا قوس القزح الذي يسطع، اجعل هذه النظارات تلمع. واو، إنها تعمل. أنا أجمل سنفور مسنفر على الإطلاق. لا يمكن لسنفورة إلا أن تحبني. أنا أكره الرقص. تبدو هذه العاصفة قوية جدا. عندما تصل عاصفتي إلى قرية السنافر يا هلهول، سوف تعصف بهم إلى نهر السنافر ونحو شبكة تاليان. سنفورة، سنفورة، هذه لك يا سنفورة. إنها جميلة وهي تلمع أيضا. شكرا لك شاطر. دعيها الآن يا سنفورة وانظري إلي. ستفسد الحفلة. ما زال بإمكانك وضعها. عجباً عجباً. ضعي النظارات الآن سنفورة. إنه إعصار هائل. بسرعة اختبئوا في الكهوف. لما لا تضعين النظارات الآن سنفورة؟ شاطر النجدة. سنفورة سنفورة. اصمدي سنفورة، أنا قادم إليك. 95 96 97 98. كلنا هنا ما عدا اثنين، شاطر وسنفورة. لا، هذا ليس يجب أن أجدهما. مفكر غبي غضبان، تعالوا معي بسرعة. أنا أكره العواصف. هذه المرة ستخرج أنت أولاً غبي. حسناً مفكر. أحياناً يا غبي تسنفر أعصابي. ليس في القرية، لنبحث عند النهر. هيا
للأسف لا شيء حتى الآن. مهلا، هل أرى بقعة زرقاء قادمة هلول؟ واو ياي، ها أنا أبحر في النار. حسناً حسناً حسناً، لقد التقطت الجائزة الكبرى. شرشبيل، أنت وسيماً جداً. هل فقدت عقلك الأزرق الصغير؟ ماذا؟ هل انتهت العاصفة؟ للأسف لم ألتقط إلا صنفوراً واحداً. كان علي أن أستعمل المزيد من مسحوق العاصفة. اسمع شرشبيل، أنت رائع حقاً. شرشبيل رائع؟ سببت لها العاصفة الهذيان هلول. يا له من هر لطيف، هذا أنت حقا هلول؟ سنفورة شاطر. سنفورة يوهو، أين أنت؟ أجل أين أنت؟ أنا أكره الصراخ. بابا سنفور، طارت سنفورة في العاصفة بعيدة ولم أجدها في أي مكان. يجب أن نكمل البحث، أريدكم جميعا أن تتفرقوا، وحظا سعيدا. أنا أكره أن نتفرق. لم أقر بالفشل هلول، أبدا أبدا أبدا. إذا لم تنجح خطتي سأفكر إذا في أخرى أكثر شرا، ما دام هناك سنفور واحد. كل ذلك العمل، مسحوق العاصفة، الشبكة العملاقة، ولا سنافر ما عدا. لا تحزن هكذا، أنا هنا شرشبيلو. اسكتي أيتها السنفورة البائسة. لكنك لطيف ومحبوب، أنت موسيقى، أنت شعر، أنت... وقفي، كلامك يشعرني بالغثيان. لكن... لا تتكلمي حتى أعرف ماذا سأفعل، وإلا أطعمتك لهلهول. وجدتها، وجدتها. ستكونين خادمتي مجدداً كما كنت سابقاً عندما صنعتك. انظروا، قطعة من فستان سنفورة. ومنازلنا، أتساءل من؟ شرشبيل؟ لا، إذا كانت سنفورة تضع تلك النظارات. أنت أميري. إنها هي، وهي تغني، لابد أنها تضع النظارات. مسكينة سنفورة، أردت فقط أن تحبني. شرشبيلو. ماذا لك سنفورة؟ بواسطة قوتي ستقودين السنافر إلي بسهولة. تخلص من هذه النظارات القذرة. انتظر لحظة، أنت شرشبيل العجوز المريع والمقرف. ها أنا قادم سنفورة. كانت النظارات هي السبب أيها الشرير المريع والمقرف. هذا صحيح، أنا مقرف فعلا. أليس هذا رائعا؟ والآن لنعود إلى العمل. لا لا أرجوك. إنها سنفورة بابا سنفور، يجب أن نخرجها من هناك. أنا أكره شرشبيل. بعد حمام صغير في هذه الجرعة ستصبحين مقرفة مثلي. السنفور قادم. لا، اهربي سنفورة، اهربي. شرشبيل، دعه وشأنه. أدعه وشأنه؟ مستحيل مستحيل هلهول. راقبهم بينما أهتم بأمر سنفورة. شرير ومقرف ومريع شرشبيل. المزيد المزيد، كلماتك كالموسيقى. باجوك جائع جدا. لا لا. باجوك يريد أن يأكل. طبعا يا باجوك. لكن كل ما عندي موجود في الخزانة. الذنب ذنبي يا بابا سنفور، لو لم أصنع نظارات السنافر الملونة. نظارات سنافر ملونة؟ هل تعمل؟ بشكل جيد، هذه هي المشكلة. أظن أنها قد تفيدني يا شاطر. باجوك ما زال جائعا. لكن لم يعد لدي المزيد.
أنا أغضب عندما أكون جائعاً. يا سيد باجوك، سأخبرك أين تجد كل الطعام الذي تريد أن تتناوله. كل ما يمكنني تناوله. يم يم. نظارات؟ انظر بنفسك. لا 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 لا, لا تفعل. يبدو شكل العجوز جيدا للأكل، والهر أيضا. لا 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 لا, 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 لا. أنت مخطئ باجوك، إنها النظارات. أنت أنا لنرحل من هنا. هلول باجوك يحب الطعام اللذيذ. ابتعد ابتعد، أنا لست ما تظن. أنا أكره الضحك. تسببت بفوضى مسانفرة. يوهو شاطر، ألن تحضر حفلتي؟ أو شاطر، أنت بخير؟ هيا سنفورة، سنفريني بقوة هنا، أنا أستحق هذا جدا. واحدة قوية؟ بكل قوتك. شاطر، أنت متأكد؟ بشكل مسانفر. حسنا، ها هي. لكنني ظننت أنك ستغضبين مني بسبب مشاكل النظارات. لن تكن بحاجة إلى تلك النظارات لأحبك شاطر. هذا صحيح؟ لا، أنا أحبك كما أنت شاطر. حقا؟ أوه عجبا، سأسنفر لك أجمل هدية رأيتها في حياتك. أنا أكره المجاملات.